ويسعد لي صباحكم يا بنات، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اليوم الفيديو ما حطيت له هيك مثل مقدمة مثل ما بقولوا، لاني يعني برجع بقلكم الله تقولوا لي صرعتي راسنا، انه التليفون عندي ما بيتحمل الحمد لله. لسه عم بحسن امنت شوي فيديوهات، كل شي حذفت من التليفون. بتصدقوا بالله كل شي هلا ما في عندي بالتليفون غير اليوتيوب، بقى ما بعرف اخر يوم شكلي بدي احذفه كمان لهاليوتيوب مشان التليفون يرتاح. اليوم انا فايقة كأني شوية من قربة، الحمد لله رب العالمين. هلا بلحق حالي بالدواء منشان انه ما عادي حدا من الاولاد. تعي ميرو تعي. هلا اليوم الفيديو نروح على المزرعة، هيك روحة شتوية. هلا اشوف الاجواء كيف رح تصير. اول شي كنت عم فيق اولادي، قلت لهم رتب التخوتة وبعدون اضب الاغراض والبس الاولاد ونتيسر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. رايحة مو بقى تلحقوا تروحوا معي للأسف، مو بقى تلحقوا. أنا فايق. نعم تفكر. إيه. الله كان بيجي نفكر. يلا نروح، يلا بسرعة يلا. ترى صباح الخير يا متابعينا. صباح الورد. يحيى يحيى. يوم يلا. يا الله يا بنات والله كنت مشتهيتكم كلياتكم تكونوا معي لانه انبسط اكثر. حرام لو عنا بيت هون؟ حرام يا ربي، حرام تكونوا هون من الاول؟ لا ما حلو السكنة هون، لا زيارة مثلا مثل بيت الدعاء عايشين هون. شايفين اخواتي قالوا عم يتحصروا يسكنوا هون، يعني هي الله ضيعة حلوة للسيران بس اظن ما حلوة للسكن. السلام لك الترجاع جاسوس الماس عشان متى الله رحنا على البدرعة. ايه ترى اجواء هنا تمام. لما بس ننزل رح اورجيكم اياها. بس ننزل رح اورجيكم اياها. تمام. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في الظل. وهي وصلنا ادي. السلام عليكم. اليوم جينا على المزرعه. هلا ايش تعملوا؟ هاي اول ما وصلنا على المزرعه يا بنات، ابني علي الا بده يسبح وخلص مقرر يسبح وما بده يصور معي. اذا ملاحظين بالزرعه بصور معي ما بده يصور، بده يروح يسبح. فانا قلت له ماما والله اذا بتنزل تسبح انه كتير رح تمرض لاني المي كاني معبايه من الفريزر. هلا هو بالاول شي زعل وقال لي ما حلو نروح على المزرعه بدون مسبح، بس والله كتير حلو الواحد يعني ما بيتعب وما في دقه كتير، خصوصي انا ناهي للامهات وقت بروحوا على المزارع الاولاد بتهلك عافيتهم. كل ما بتطالعوا من المسبح وبتغيروا لهم وبتلبسوهم وبتنشر الاغراض برجعوا وبسبحوا وبندولكم اغراض الزياده. انا وقت بروح على المزرعه باخذ معي شنطه سفر اغراض، عاد ما اولادي كل شوي بغيروا اغراضهم، اما هالمره ما غيرت لهم اغراضهم ابدا، يعني ضلوا باغراضهم هن نفسهم. كان في دجاجات طلعانين برات القفص حاولت ادخلهم بس ما دخلوا البيت. أيوة بيتهم الاغراض كلهم. قوم الله يعطيك العافيه يا اخيتي. خو تعالوا يلا يا اولاد، يلا 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 نقولوا يلا خذ كل واحد كيس. يلا ويا اولاد يلا. مو كيس البطاطا ابني، خذ كيس اللحمة. تعال يحيى يا قلي. تعال 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 تعال. ساعة
ساك مساك يلا 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 عشان نكمل هذا جولة في المزرعة. يلا يلا مام يلا يلا سريع خي يلا نقول يلا يلا عمام يلا تفضلي 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 هاتي بندورة هاي البندورة تفضلي 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 يلا ايش دان دان شيري حلا ورا شفتوا الجوش حانات المحطوطات مش نشوفهم تعال يلا ارقدر 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 يلا امشي نروح نشوف الجوش حانات يلا دي امشي يلا ديرو. مرة صبية حكت لي انه انتي بحسك بتحبي يحيى اكتر من علي. والله يا بنات ما في امهات انه بتفرق عن ولادها، بس عنكم يحيى انه بسايرني كتير وما بحق بعصبني، اما علي له عقل خلاص اللي بده اياه واللي براسه بده يساوي عرفته، فانا بميل على اللي بسايرني اكتر وبصور معه اكتر. يعني شو بدي اترجل علي حتى يتصور معي؟ خلاص هلا هو هون حردان ما بده يتصور معي. حبيت هلا المسبح يلا ابني يلا الكوت يلا هلا على المسبح طبعا. يلا ركض ركض ابني يلا يلا جيت بسرعة يلا ها تو شوف الجوشحانة الخشبية هنيكي بس ما عم خشبية اطلع امش. هلا هداك الفيديو اللي نزلت لكم اياه كانوا كتير عم يقفلوا لي التعليقات بسبب انه حتى صوت ولادي اكتر من صوتي، فمشان هيك وقفت الفيديو وكمان اجاني عليه شوية حقوق وقفته وقلت خلاص بسجلكم صوتي انا انه مشان ما يوقفوا لي كل شوية تعليقات. يعني الصراحة موتوا لي الفيديو من الاخير. هون علي ابني بده احط لبس غناية حزينة قاعد هيك عم بيتصفن بالمسبح بيقول لي معقول يا ماما المي نظيفة عم تضوي وما عم بحسن انزل اسبح؟ هلا هو قالكم بيني وبينكم الواحد هيك انه بنحرق قلبه شوي، المسبح عم بيضوي ما عم بيحسن ينزل عليه، بس والله لو ينزل عليه انه بيمرض المي من الفريزه طلعانه. الله وكيلكم يحيى ميرا عبيد قال ما يصير حمدان انتوا متسائلين نحن كنا معنا حمدان. ومثل ما شفتوا هاي الجولة عملتها اختي مع ابني يحيى، بس قلت هلا رح اعملكم جولة تانية بس انا اخلص لاني كنت مالي فاضية. وهلا هون حضرنا الفطور كلياته، عن جد كتير حلوة الروحة بالشتاء جنب هالصوب بالحطب وهيك الروحة ما بتتعب. ليش؟ لاني الولاد ما بيسبحوا ما بجأجقوا لك الاراضي وما في حوسة، يعني لحقنا انه نصور كل شيء الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي يا بنات اللهم صل على النبي. الفطور كان كتير طيب، يسلم ايديهم كل اللي شاركونا بالفطور ويعطيهم الف عافية. كله بكفة وحاطين تليفون ايام زمان بكفة. قال هون اختي بدها تدق لجدي بحلب بدها تحكي معه وتقول له يا جدو ليش لهلا ما جيت على المزرعة؟ نحن بحلب كان عنا مزرعة كتير حلوة، عن جد ما شفت مزرعة مثل مزرعتنا، بس شو ما كنا نحبها كتير لاني يمكن كانت انه موجودة إلنا، مثل ما بقولوا الممنوع مرغوب، هيك انا بحس. يعني وقت كان عنا نحن مزرعة انه نطلع عليها كل جمعة كل جمعة، بس يمكن لاني كل اسبوع كل اسبوع نطلع عليها انه ملينا منها. كمان هيك نطلع عليها بالشتاء نشوي شويات ونشغل الصبة، يعني نقضيها كل قعدتنا انه جوا اكتر ما نطلع لبرا. وعلى فكرة قلكن شغلي حتى الايجار انه اقل، هلا مثلا بالصيف ايجار هاي المزرعة 5000، اما بالشتاء ايجار 2500. يعني هلا هي وقت بكون كترة انه الواحد بشيلها وما بحس بسعر عرفته،
وبغير جو، شفتوا بتعيطوا وبتلعبوا، ما حدا قالوا عنكم شيء او يقولوا لكم جيران وهلا بطالعونا من البيت من هالحكي. لمسه يلا يلا بس شوي خلص يلا لمسه يلا. بوظه ما يلا روحوا نقولوا قوم خلي لي الشباب انا يوم خلي لي انا الحمد لله رب العالمين وين ما بروح بلاقي قطط، والله ما سخيت فيهم. رحت نشلت لي كم قطعه مرتديلا من الصفره ورحت طعميهم ياهم وقلت ما عادش بكسب فيهم ثواب، يعني الواحد وقت بطعمي عصفور او قطه والله ايش ابي ينكتب له ثواب عند الله، عند الله مثل ما بقولوا ما بضيع شيء. وهي الصفره هيك صارت جاهزه وعلى حظنا ما شاء الله كان الجو كتير حلو وشمس وما في برد، يعني ما دخلنا لجوا على الغرفة لا تقريبا للساعة 7 المساء 7-8 تقريبا المساء حتى دخلنا لجوا، يعني صار برد كتير وبابا نحسن نقعد برا. أحلى شيون أخوي حمودة قال لي دوقوني دوقوني هالفطور شلون طلع معكم، قلت له دوق أخوي دوقهم، قال لي يا عيني ما أطيبه كيوم خلي لي أخوي وعبال ما نفرح بعرسه يا رب، قولوا آمين كتبوا لي كلكم آمين عبال ما نفرح بعرس أخوي والله يخلينا اياه وما يحرمنا منه يا رب، لاني عن جد هو فرحتنا بهالدنيا. وهون ميرا هي شافت القطه وجنت على القطه الا بدها تروح وتشوفها خافت منها طلعانه من الشباك، ها ميرا طلعانه من الشباك، ها وهي القطه خوفانه جوعانه 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 طري هالوردات غريبات منظرن. اشبك 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 باكل احسن ما هن ياكلوا ورقه، بس استنوا ميرا تدخلن يلا 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 اديني كلها حدا هاي ميرا خيتو ايش في قطط في هالمزرعه، لميتهم كلهم حوالي وما عاد بدهم يتركوني ويلحقوني وين ما اروح، بس شو خوفانين مني عينهم ميكنه، يعني بدهم يجوا لعندي وما بدهم يجوا لعندي. وهم ميرا طارعه على القطط الله يحميها يا رب ويخلي لكم اولادكم انتو يا بنات. بس مثل ما بقلكن الروحه مع الحبايب عن جد غير شكل، عين قطتي تشوفني كيف عم طعمي غيره والله، وينكم لا تحطن وتقتلن لاتنيناتن. عندي القطه ما بتسمح لحدا يقرب علي، خصوصي وقت بتشوفني بالشارع بتدبقني بتحسبوها حارس الشخصي، ما بسترجي حدا يقرب لعندي لا، وبتضل متشطحه قدام باب بيتي وما حدا بيسترجي يدق علي الباب. هلا هون احكي لكم على عمته، نزلت على الارض وجابت شويه حصو خسيتهم كلهم وقعدت تلعب هي وماما لعبه الحصو. الصراحه انا هاي اللعبه ما بعرف العبها، هلا انا اكثر لعبه بحب العبها المضارب، ياج قد بحب العبها، وخصوصي هيك وقت بكون اللي عم يلعب معك انه بيعرف يلعب. لا طلعوا القطه كيف جايه وعم تشرب مي من المسبح. وهي هون بعد ما خلصنا كل شيء زاد شويه خبز هيك ميكن، فنزلت عند الدجاجات انا والولاد وقلنا رح نطعميهم، فشايفين هنيك العصاي المحطوطه على الباب، فهون يعني زادنا الفضول انه نعرف شو في ورا هالباب اللي مسكر. فسمعت انا صوت صواص كتير ففتحته، ما شاء الله هون تليفوني طبعا مات طفي ما ادري ايش صار له، فتحته ما شاء الله شي 20 صوص وجيجه مخبيين صاحبه هون، كني مشان ما يطلعوا الصواص ويموتوا او ياكلون القطط، لاني شفت الصواص انه صغنونين كتير انه ما بيتحملوا انه يضلوا لحالهم برا.
الله يحميهم. الاولاد كتير عملوا لنا هنيك جو، والله الولد الصغير يعني كل شوي بصيحوا له علي جيب لنا شغله، يحيى جيب لنا شغله، يوم يخلي لي قلبهم والله يحميهم يا رب ويبعث لهم ايام احلى من هالايام اللي عم تجي. قولوا امين، وانتم يبعث لكم ايام كمان احلى من هالايام اللي عم نشوفها. واتقرر انه العب بالمرجوحه، اولادي بيقولوا لي يلا ماما دورنا، او مثلا اول شيء دقوا لي وارقصوا مشان انا انزلكم من على المرجوحه ومرجحكم، فقالوا لي ايه موافقين. خلي لي قلبهم والله يعملوا لنا جو ولا اروع من هيك. ليش؟ لاني هن لحالهم انه بالمزرعه ما معهم حدا يشغلهم، بس الاولاد يكونوا لحالهم وما معهم حدا يشغلهم بكونوا كتير حبابين. هلا صح ما برد، بس ايش بدكم بالحكي، كل وحده لابست لها 3 4 تشويكيت. هلا هو في برد، مو معقول ما في برد لان الجو هو شتاء، والله وكيلكم الواحد قد ما يلبس غراض بحس الا ما يكون في شويه برد. هون اختي جايبه معها فروه وجايبه معها هيك شغلات للتصوير كثير طلعوا حلوين بالتصوير. الكن شو احلى شيء بالمزرعه انه مأمن كل شيء فيها، حطب وغاز وكل شيء، كل شيء فيها. يعني حتى اذا بدك انه ما تشغلي صوبة الحطب انه تطلبي انه تشغلكم الغاز، بس انه بتبقى اغلى. نحن طلبنا انه نشغل صوبة حطب، بس انه لانه جاهزين الغراب وجاهزين الحطب والفحم انه نحن مشغلها لحالنا. خصوصا هيك اذا حطيتوا ابو فريوة، هلا نحن عنا بحلب كان اسمه ابو فريوة هيك كنا نقول، بس هون بتركيا انه بيقولوا عليها كستنا انه اكتر من ابو فريوة، ما بيعرفوا شو معناتها. وانا هي الصح برايكم. اذا لساتكم معي لهلا اكيد ما تنسوا تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. بدي وصل الفيديو لل 1000 وطجه، 1000 لايك وطجه. بعرف انه انتم كفو، بعرف انه انا مقصره عليكم كثير. ورجع للتصوير علوشه بعد ما امن انه خلاص ما بقى في امل انه هو يصبح، رجع انه بده يصور معي وقال لي ماما انا بدي اعمل جوله فوق. قلت له يلا مش نعمل جوله. هي مقفوله مصاري. يلا تاني وهي الغرفة فيها تخت بيوسع شخصين. بيجي الساعة 3، نحن السوريين من الساعة 3 أو 4. طفي الضوء. سكر. هذا هاي هاي كمان تختين، إن شاء الله بيوسعوا 15 شخص إن شاء الله التختين. صح؟ هالبراد كتير حلوين. متابعين تختيم بدون يوسع فوق ال 15 شخص. السلام عليكم، مثل لايك مش سبسكرايب خليكم ما نقطع مشاهدة ممتعة. يلا الحقوني. هاي هون هيك ماما هيك برا. يلا تعال شوف هالغرفة. افتحها 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 افتحها. فيها خزن محطوط عليها جوزة. يلا افتح. هاي الحمام. حمام أغنية. حمام أغنية. هاي شوف. هاي الحمام. انتم شايفين. يا طفي الضوء. ها. هون وين اللي بده يظبط شعراته. بدنا هلا هيك بظبط. وهيك هون كمان الطابق فوق. اتوقع شفت الطابق تحتي انا ما كنت عم بصور. هاي هون تحت. مشكلة انه ما سمعت. هاي كانت تحت. تعالوا شوفوا طريق مين طريق طريق. حاطين هون صورة بنت من شلون؟ قولي معي على الكاميرا. حاطين هون قرآن. مسلمين ولا كافرين هذول؟ اثنين ابني اثنين اثنين. تعال يلا امشي. وهيك تمشي مريض. هي هيك برا كمان هون في قاعدة. يلا يلا. هلا هون حبينا نستكشف المكان. هون الدرج شايفين هذا فوق في سطوح الواحد بيطلع عليه خصوصي وجه الصبح. اظن فيديو اختي اللي منزلته مصورة انه كيف طلعاني لفوق، انا الصراحة ما طلعت. هلا هي المزرعة انا قبل هالمرة جيت عليها بس ما كان فيها انه كل هالشغلات.
هون عاملين مطبخ، فسألت أنا إنه ليش عاملين مطبخ برا، فطلع إنه إذا حدا بده يستأجره إنه بس برا مثلا أكلة شوي وهيك يوم واحد من الصبح للمساء إنه بأجروه برا. وهلأ بلشنا بالشوي يا بنات، ويا عيني هي أحلى مرحلة، كنا على أساس ما بدنا نشوي إنه نطبخ لنا طبخة مشان ما نتعذب، بس قلت لهم والله إذا ما في سباحة وما في شي يعني الواحد بتسلى بالشويات إنه بيطلع وغير شكل. حتى شوينا فطر ياي طلع ما أطيبه، وحطينا معه هيك شوية دهنات طلع كتير طيب. نشوف من اجاني وبرجع لكم. وهلأ إذا تسألوني شو حطيت للحمة، مثل العادة بقدونس وبصلة ومحمرة وملح وبهار، هيك اللحمة بتكون جاهزة. وهنا ولادي عم يلعبوا، ورحت دخلت لكم على هالمطبخ لقيت الصبح عم يجهزوا السلطة والخبز اللي محمرة وبصل وبقدونس والبيواص، مهم عم بجهزوا كل شيء. وهيك بتكون التجهيزات كلها ياتها خلصت، ووصلت معكم تقريبا لآخر الفيديو. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم، لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، بيسعد لي قلبكم وبحبكم كتير، وتصبحوا على ألف خير. سلامات. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. خلصت هيك رحلتنا معكم، وإن شاء الله يا رب يكون عجبتكم. طلع الإطلالة بالجنة.